أتمنى النهاردة تكون الندوة التدريبية زي ما احنا قلنا تحوز إعجابكم، وطبعاً اللي جايين كوادر، ما أقدرش أتكلم كوادر كبرى يعني، فأنا بترك الميكروفون للمتحدثين. شكراً. السلام عليكم. طبعاً احنا النهاردة عايزين نرحب بالجمعية المصرية لأدلة العلوم الأدلة الكيميائية لتواجدهم معانا النهاردة. طبعا الجمعيه المصريه لعلوم الادله الجنائيه والطب الشرعي من اقدم الجمعيات المصريه اللي بتديهم خبره واسعه في معاني الادله الجنائيه والتقارير الطبيه وكل الحاجات اللي تخص العمل القانوني الجنائي ومسرح الجريمه والبصمات والاسلحه. فكان لينا دور مهم جدا جدا ان احنا نرحب بوجود جمعيه كلها فخر وعظمه ان احنا عندنا مؤسسه مصريه متخصصة في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. وخبرتهم ديت خبرة واسعة، والخبرة الموجودين فيها دكاترة ومهندسين يعني متمكنين جدا في تخصصات الأدلة الجنائية والطب الشرعي. فنفتخر النهارده بوجود الدكتور الدكتور رضا أحمد عبد الرحمن خبير الأسلحة ومسرح الجريمة، وتشرفنا بيه طبعا ورحب بيه. وبنرحب بالدكتور عبد الرحمن سيف الخبير بالبصمات يعني خبير البصمات في الجمعيه المصريه للعلوم الادله الجنائيه. وبنرحب بالدكتور محمد خليفه دكتور في الادله الجنائيه وطب الشرع في الجمعيه المصريه. وامين العام للجمعيه المصريه. النهارده موضوع مهم جدا جدا هيفيد شباب المحامين، وهيمكنك ازاي تكون عندك خبره وان انت يبقى عندك رؤيه في التقارير المقدمه في اي قضيه انت بتواجهها. بس قبل اي شيء انا حابب اسمع كلمه السبب اعضاء الجمعيه المصريه للادله والعلوم الادله الجنائيه العلوم الادله الجنائيه والطب الشرعي، وحابين نستفاد من خبرتهم نتعرف يعني ايه الجمعيه ودورها ايه وتخصصاتها ايه وايه اللي تقدر تفيد الساده المحامين وتقدم لهم ايه يعني في نقاط سريعه جدا. هيكون معانا الدكاتره طبعا وهيشرحوا لنا، فطبعا نبدا بالدكتور محمد خليفه الامين العام للجمعيه. عن الجمعيه المصريه لعلوم الادله الجنائيه والطب الشرعي. الجمعيه هي كيان نشا باتفاق بين خبراء الادله الجنائيه والطب الشرعي في وزارتي الداخليه والعدل. كان الهدف من نشأة الجمعية إن إحنا بنشوف بعض على الورق بس، ما بنتقابلش، ما فيش تبادل خبرات متبادل، إحنا شغالين كأننا جزيرتين منعزلتين. إحنا تم اتفاق القادة والقيادات الكبيرة للمصلحتين الأدلة الجنائية والطب الشرعي بإن إحنا نعمل كيان يخضع للمال العام، الهدف منه إن إحنا يبقى عندنا بوتقة واحدة نتقابل منها، نتبادل الخبرات، ويكون عندنا قدرة على البروتوكول اللي نشأنا عليه. ان احنا كان الهدف بتاعنا الاول ان احنا ندرب شباب الخبراء واعضاء النيابه العامه وضباط الشرطه، وده اللي كنا شغالين عليه لعدد سنين معين. ولكن كنا احنا اثناء العمل فوجئنا ان احنا لا، احنا محتاجين ان ركن العداله اهم ركن ان يكون عنده اطلاع بطبيعه العمل وبالمصطلحات الفنيه وبالتقارير اللي احنا بنشتغل عليها، لان هو دايما احنا اللي عارفينه كويس قوي ان عقليه المحامي مش عقليه وزن وترجيح، دي عقليه باحثه عن الثغرات، عقليه باحثه عن اوجه التساند او التناقض، هي عقليه قادره على تنوير المحكمه. وبالتالي لما بنيجي نتقابل ونشوف تقرير، بالنسبة للتقارير كنا بنشتغل على التقارير. وعلى فكرة الموضوع مش بنتكلم على السادة المحامين، بنتكلم برضو على زملائنا من أعضاء النيابة العامة. لما كان بتيجي كتير من المصطلحات الفنية احنا كنا بنستغرب ان في امور بتبقى محلولة قوي، يمكن احنا عشان التخصص، لكن بنشوف بعض المصطلحات لو كان المحامي مطلع عليها كان سأل أسئلة معينة في النيابة، كان سأل أسئلة معينة في المحكمة، كان ممكن يلجأ لرأي استشاري معين يغير مسار القضية بالكامل. عادة
لما بيلاقي بعض المصطلحات هو ما عندوش علم فيها بيركز قوي على الجانب القانوني وبيسيب الجانب الفني. وانا مش بتكلم هنا، الموضوع ده هتلاقوه مطلعين بيه اكتر الشباب المحامين، تمام؟ طبعا الزملاء والسادة الكبار من المحامين بواقع الخبرة التراكمية اكتشفوا الامور دي وعرفوها، وعلى الرغم من ذلك بعض الامور الفنية الدقيقة بيرجع لنا فيها. وفي طبعا مش عايز اتكلم على اسماء معينة، في اسماء معينة من الاساتذة الكبار اللي موجودين في المجال القانوني بيرجعوا لنا في الرأي الاستشاري عشان بعض المصطلحات الفنية لعمق وتعدد التخصصات في مجال الأدلة الجنائية وطب الشرعي. جمعية الأدلة الجنائية فيها ثلاث قطاعات: قطاع الاستشارات، قطاع الأبحاث، قطاع التدريب. كان قطاع التدريب محصور زي ما اتفقنا على أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وفي مصر والدول العربية والشباب الخبراء في مصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وبرضو كذا في بعض المصالح الدول العربية اللي موجودين وبيقولنا مصر أو إحنا بندرسهم أونلاين أو بنوفد لهم بعض الخبراء من عندنا بيسافروا هناك. إحنا لسه بعتين 4 خبراء لجامعة نايف وبعض الأطباء اللي موجودين في دبي وفي مناطق في السعودية. لكن في نفس الوقت مع اتجاه التدريب توسعنا لجانب السادة المحامين، لان احنا زي ما وضحت مقتنعين ان هم واحد من اهم اركان العدالة. النقطة اللي بعدها مجال الاستشارات. مجال الاستشارات طبعا حضراتكم ادرى مننا بمادة 88 من قانون الاجراءات بالنسبة للزملاء من شباب المحامين، ان للمتهم ان يستعين بخبير استشاري يطلع على ذات الاوراق التي اطلع عليها الخبير المعين من قبل المحكمة على الا يتسبب ذلك تاخير في سير الدعوه. والمجال الاستشاري مجال مميز جدا وبدات كتير من دوائر المحاكم تقتنع بيه. هي الثغره الموجوده فيه كانت ان في بعض الزملاء من القضاء ورؤساء الدوائر بيتعامل مع بعض التقارير الاستشاريه وبالذات المكاتب الخاصه على انها يعني هي بتحاول تشتغل لصالح المحامي وان هي واخده مقابل، مع ان انا يعني اشهد ان كتير في مش حقيقي الكلام ده بالنسبه للمكاتب الخاصه. لكن بالنسبه لنا كانت النقطه مميزه شويه ان هم عارفين احنا نخضع للمال العام، احنا بندرس لهم، هم عارفين نفس الخبراء بيشوفوهم في المحاضرات سواء في مركز دراسات قضائيه او مركز دراسات النيابه العامه، عارفين بنقابلهم في نوادي القضاه في اثناء الدراسات، هم فاهمين كويس قوي ان احنا عندنا لائحه استشاريه منظمه. القطاع الاستشاري عندنا ملتزم بلايحة فنية ومالية وإجرائية بتلتزم ان احنا بنستلم الاستشارة بنفحصها، بتاخد مننا حاجة اسمها الاستشارة الشفوية. يعني ايه؟ حضرتك بتبدأ تدينا الفحص، بتسدد الرسوم في البنك طبقا للقانون امانة الخبرة او في الفيزا في مقر جمعية، احنا ممنوع علينا التعامل النادي، وبعد كده بنفحص، بتشكل لجنة تفحص. اللجنة وجدت قصور في التقرير في اللي موجود في اللي صدر من الادله الجنائيه والطب الشرعي، بنبدا نتحرك لمساله التقرير. لو لقينا مفيش قصور وان ما جاب الاوراق سليم ولم يوجد والاجراءات التحضيريه اللي اتخذها الخبير سليمه والنتيجه اللي وصل اليها سليمه، فبنقول لحضرتك لا التقرير سليم واحنا ما عندناش شيء نضيفه على ما جاء في التقرير. طبيعه النظام والسلوك الاجراء اللي احنا بنتخذه هو اللي عامل المصداقيه والثقه مع الزملاء في الدوائر والهيئات القضائيه. الشق الثالث هو شق الابحاث، وده احنا بنشتغل فيه، بنساعد طبعا طلبه علوم وصيدله وطب من دراسات العليا واساتذه الجامعه ان احنا نشتغل على ابحاث علميه تطور منظومه الاثبات الجنائي الفني. فلو عندي مشكله بيواجهها معينه، مثلا بيواجهها خبير البصمات في رفع البصمه من على اسطح معينه، بطبيعة الخبرات التراكمية الخبرة وقفت عند جزء معين، فبنبدأ نحول المشكلة دي لإطار بحثي ونحاول نوجد حلول تساعد الخبير اللي شغال في المجال، فنجمع بين العمل الأكاديمي والبحثي مع العمل الفني وعمل الخبرة الفنية. ده الثلاث قطاعات اللي بتعمل عليهم الجمعية. السادة المحامين بيستفادوا من قطاعين منهم بشكل كبير، اللي هو قطاع التدريب وقطاع الاستشارات، تمام؟ لان اغلبيه على فكره كمان بيجي لنا في قطاع الاستشارات قبل ما يصدر تقرير، يعني بيبقى في احد الزملاء المحامين بيبدا يقول والله انا عايز اطعم بالتزوير بس عايز اتاكد ان ده توقيع موكلي او لا، تمام؟ بيجي يقول له والله انا او توقيع الخصم، لا يعني تحصل على اوراق نقدر نضاهي عليها مع
لانه مش هيقدر يجيب الخصم اللي الاستكتاب، فممكن يكون تحصل على اوراق في الدعوه مع مستند الفحص. بنبدا احنا نعمل عمليه لجنه فحص، لقينا فعلا ان التقرير ده فعلا فيه تزوير، بنقول له عشان يقدر ياخد الخطوه اللي ايه عمليه الطعن. في بيطلب تقرير، واحنا عاده بنقول له خلاص انت خدت الراي الشافعي ومش محتاج، لما يجي تقرير من الادله الجنائيه والطب الشرعي عكس ما احنا قلنا نتصدق بيه بتقرير. طبعا اللي بيفحص عندنا هم شيوخ الخبره، يعني الجمعيه فيها اعضاء عاملين في المجال، عاملين لسه، فطبعا ده لانه بيشتغل في المجال بيشتغل معانا ابحاث وتدريب، لكن ما يقدرش يدي تقرير استشاري. اول ما بيخرج لحظه ما بيوصل سن المعاش بيتحول عندنا للعمل الاستشاري. لازم يبقى معلوم لجميع حضراتكم احنا قوة الجمعية لا تتعدى 50 خبير، مصر كلها 100 مليون ما تجمعش فيهم 200 خبير أدلة جنائية وطب شرعي، تمام يا حضرتك؟ فالجمعية جمعت صفوة الخبر، غير كمان ان هي ما بتعينش حد على المناصب، يعني احنا معانا ضباط لواءات واعضاء ضباط شرطة، عندنا خبراء مدنيين، احنا جمعية خبراء مش جمعية ضباط، مش جمعية ان يجي لنا واحد اسمه كان وزير او كان مساعد وزير او كان لواء في المكان الفلاني، لا احنا جمعية بتعتمد هو كان مجال عمله كله خبرته فين؟ ده اللواء او السيد فلان او اللواء فلان او المهندس فلان او الدكتور فلان كان خبير في البصمات، كان خبير مسرح جريمة، كان خبير سلاح، كان خبير حرايق، فاحنا بنعتمد على ضم عمل الخبرة الفنية، لانه عمل ما فيهوش شو، ما فيهوش مناصب، عمل يعتمد على قواعد علميه وفنيه محدده تتكشف في اول مناقشه، تتكشف في اول فحص تقرير، تمام؟ والحمد لله جمعيه الادله بيؤخذ بجميع تقاريرها، ومش كده وبس، ده حتى لما بنبعت للمحكمه جواب ان جاري صدور تقرير خلال 10 ايام بيبقى السيد المحامي عنده جلسه قريبه وعايز يطلع التقرير، بنصدر للمحكمه الجواب، المحكمة بتأجل بناء على الجواب اللي احنا بعتينه. 14. فده الشكل العام اللي بنقدر نفيد فيه. اللي أتمنى فيه نخرج من المحاضرة هنا هو أهم حاجة التأصيل للمصطلحات والتعريفات الفنية، لأن أهم حاجة تقدر تاخدوها من الخبير وبالذات في الوقت الضيق إنك تقدر تاخد منه أهم جزء في تأصيل المصطلحات الفنية اللي تقدر تحكم بيها لما تقرأ التقرير إن المصطلح ده تمام انت فهمته في التقرير ويتصل ويتساند مع باقي الادله الفنيه او يتناقض مع الادله القوليه او يتساند معها، ده اهم جزء. طبعا احنا معانا قامتين من خبراء الادله الجنائيه ومؤسسي جمعيه الادله الجنائيه، رضا بيه احمد كبير خبراء الاسلحه بالمعمل الجنائي، وهو استاذ حضرتك وامين صندوق جمعيه الادله الجنائيه ولسه متولي، صدر القرار اول امس، يعني امين صندوق عضو مجلس ادارتها وامين صندوقها. عبد الرحمن بي سيف كبير خبراء البصمات بالمعمل وفي نفس الوقت مدير فرع الجمعيه بالجيزه. انا عايز اقول لحضراتكم هم ليهم حجم كبير جدا من تراكم القضايا اللي فحصوها ومن قوائم، هم الناس دي اللي اسست الارشيف الجنائي للمعمل الجنائي وقدروا يعملوا ياسسوا مبدا الربط، يعني لما يجي قضيه معينه في سلاح يقدروا يقولوا ان نفس السلاح ده او المقذوفات دي استخدمت في قضيه كذا وكذا وكذا. الناس دي وكان الكلام ده ارشيف عملوه بدماغهم الاول، ما فيش امكانيات كمبيوتر، ما فيش امكانيات، عملوه بشكل رقمي وورقي. فالناس دي جمعت ما بين التكنولوجي الجديده وما بين الشغل القديم اللي هو الشغل اللي اتعب عليه بالعقل. انا اقدم لكم واسيب اول محاضره مع استاذنا واحد من اهم الخبراء في المقارنه الميكروسكوبيه مش على مستوى مصر والعالم العربي، رضا بي احمد، يبدا محاضره الاسلحه مع حضرتك. الحاله الاولى وهي الاسلحه الموجوده على سبيل الحصر. على سبيل الحصر يعني اسلحه موجوده بطبيعتها، سيف، سمكي، خنجر، مطو، قرح نزال، مجرد اسمه موجود في الجدول ده يعني هو سلاح ابيض. لا يجوز حمله واحرازه الا برخصه من وزير الداخليه او ما يروح عنه، ما يروح عنه ده هي وحدات الرخص. وحدات الرخص، تمام حضراتكم؟ يبقى البند الاول اسلحه بطبعتها او اسلحه مراجعه بالجدول على سبيل الحصر. النوع الثاني هي اسلحه
لكن لا يجوز حملها واحرازها الا بمصوب من الضروره المهنيه او الحرفيه. يعني ايه؟ البلطه سلاح ابيض مفيش جدل فيه، لكن مع النجار مش سلاح ابيض، مع الجزار مش سلاح ابيض. ليه؟ لان مهنته تستدعي حمل هذا السلاح الابيض. اصبحت المهنه هنا ايه؟ رخصه. اصبحت المهنه رخصه، يبقى البلطه معايا، السطور معايا سلاح ابيض، مع الجزار مش سلاح. يبقى هنا اسلحه لا يجوز حملها او احرازها الا بمصوب من الضروره المهنيه او الحرفيه. تمام؟ طب البند التالت، البند التالت فنيا من جدول الاسلحه رقم واحد بيقول ايه؟ بيقول اي اداه مستخدم في الاعتداء على الاشخاص. اي اداه؟ زي قلم مع طفل في حضانه، فلم بيعين زميله او صاحبه تحول لسلاح ابيض. اي اداه؟ انا فاكر لما نزل هذا التعديل رقم 97 سنه 92 في هذا الجدول، بعدها لسه في الشهور القرنيه، يعني ايه اي اداه؟ فقال لو واحد ضرب واحد برجل كرسي، لو واحد في مكتبه وزميله ده وحدفه بالدباسه وعوضه، اي اداه عاديه موجوده في اي مكان لمجرد استخدامها في الاعتداء على الاشخاص تحولت بطبيعتها لسلاح ابيض. يبقى ما تخسرش ايه؟ قسمنا جدول رقم واحد من قانون الاسلحه والخاص ببيان الاسلحه البيضاء الى ثلاث بنود فنيه رئيسيه ساعدتك بشكلها غيرهم في تقرير المعمل الجنائي. التقرير هيقول لحضرتك كده، ده سيف بنصب ذو حد واحد طوله كذا سنتي ويد او مقبض خشبي او نحاسي او معدني. تمام؟ ويعد من الاسلحه البيضاء المدرجه بجدول رقم واحد من قانون الاسلحه وتعديلاته. بقى ده سلاح ابيض مفيش فيه ظاهر. تمام؟ النوع الثاني قلنا هي اسلحه لا يجوز حملها واحرازها الا بمصوب من الضروره المهنيه او الحرفيه، ووضحنا ده. الحاله الثالثه اي اداه تستخدم في الاعتداء على الاشخاص قلناها. ده باختصار شديد جدا جدا ايه هي الاسلحه البيضاء وايه الجدول الخاص بها. النوع الثاني بقى من الاسلحه هو الاسلحه الناريه. حضراتكم اساتذه كبار كلكم وقابلكم قضيه سلاح ناري او فلان مفقود معاه سلاح ناري او تم ضبط اسلحه ناريه في المطار مع عدد من الاشخاص. حد فكر في مره يسال ايه هو تعريف السلاح الناري؟ حد فكر؟ طب انا محامي هيفيدني في ايه كسلاح ناري؟ لما اعرف تعريف سلاح ناري، ايه اللي هيفيدني؟ ايه اللي هيقول عليه ان انا اعرف سلاح ناري؟ لا هيفيدني حاجات كتير. هيفيدني ان انا هقدر افرق بين السلاح الناري وما يتشابه معه من الات عديده تتفق في شكلها العام وتركيبها العام وطريقه ادائها مع السلاح الناري. تمام؟ لكن السلاح الناري له شروط، له خمس شروط اساسيه. لو ما انطبقتش الشروط الخمسه لا يعد سلاحا ناريا ولا يشكل اي جزء من اجزائه جزء رئيسي في سلاح ناري. عظيم. يعني لو انا قلت خمس شروط في اله تتفق مع السلاح الناري لكنها تفقد شرط واحد من شروط السلاح الناري الخمسه، ده تعد سلاحا ناريا ولا يعد اي جزء من اجزائها جزء رئيسي في سلاح ناري. يعني ايه لا يعد جزء من اجزائها؟ حضراتكم عارفين ان الاسلحه الناريه في حاله عدم صلاحيتها بتحوي على اجزاء رئيسيه تجرب كتدريب سلاح ناري، ودي ليها جدول خاص، جدول رقم اربعه من قانون الاسلحه بيبين الاجزاء الرئيسيه لانواع الاسلحه الناريه باكملها. تمام؟ فانا لما بقول على حاجه انها لا تعد اسلحه ناريه ولا تمثل اي جزء من اجزائها جزء رئيسي في سلاح ناري، ده معناها انها في حاله عدم صلاحيتها اجزائها لا تعد اجزاء ناريه في اسلحه، اجزاء اساسيه في اسلحه ناريه. عظيم. يبقى هنضطر نلجا ان احنا نقول ايه هو تعريف السلاح الناري. هنساله ممكن حد عارف ماشي حضراتكم ايه هو السلاح الناري؟ لو حد عنده رغبه انه يكتب او يسجل ومهمه جدا وحركه تبقى اقولها كتير ماشي؟
هنقول ايه هو السلاح النارف يا ربنا؟ السلاح الناري هو آلة ذات مواصفات قياسية معينة. ايه هي المواصفات القياسية معينة؟ هي عملية التزامن او التلازم. التزامن او التلازم قوسين كده، هي دي المواصفات القياسية. مالها؟ لها القدرة على اخراج اجسام صلبة ذات سرعات عالية. ايه هي الاجسام الصلبة؟ قوسين كده اللي في ايه؟ مخزوفات. مخزوفات خلاص؟ طب المخزوفات ده راجع ليه؟ نتيجة للضغط الناشئ عن اختراق مادة كيميائية سريعة الاشتعال اللي هي البارود. تمام؟ هناخد خطوط تحت كلمة آلة، مواصفات قياسية، ضغط ناشئ عن اختراق مادة كيميائية. تمام؟ يبقى آلة ذات مواصفات قياسية معينة لها القدرة على إخراج أجسام صلبة ذات سرعات عالية نتيجة للضغط الناشئ عن احتراق مادة كيميائية سريعة الاشتعال دون الضغط على فوهة الماسورة للخلف. يعني ايه الكلام ده؟ كل كلمة من اللي اتقالت دي لها معنى. أول حاجة بقول السلاح الناري هو آلة. آلة؟ خلاص. يعني مش أداة؟ لا، السلاح الناري مش أداة. السلاح الناري آلة. إيه الفرق بين الآلة والأداة؟ ها هقول لك. الآلة هي التي يتم فيها حركة ميكانيكية أثناء استخدامها. أما الأداة، إيه هي الأداة؟ قطعة، مفيش حركة ميكانيكية. على سبيل المثال المترو آلة، القطر آلة، السيارة اللي إحنا بنركبها آلة، موتوسيكل آلة. يبقى أي حاجة أثناء استخدامها فيها حركة ميكانيكية آلة، ومنها السلاح الآلي. أما الأداة، السطور أداة، البلطة أداة، السكين أداة. يبقى الأداة اللي ما فيهاش حركة ميكانيكية أثناء استخدامها. يبقى حابب تقول سلاح ناري أداة؟ أقول له لا، سلاح ناري فيه حركة ميكانيكية. تمام؟ بعد كلمة آلة، الآلة دي لها مواصفات قياسية معينة. إيه هي المواصفات القياسية المعينة اللي موجودة في السلاح الناري؟ عشان اقول ايه المواصفات القياسيه معينه حضراتكم هنقول السلاح الناري بيشتغل ازاي. بيشتغل ازاي السلاح الناري؟ بحط الطلقه في ظرف الماسوره. ظرف الماسوره هو الجزء اللي راكب فيه الطلقه ده، هو مؤخره الماسوره من بره، سواء عن طريق خزنه بعديها بالطلقات وبعدين اسحب الاجزاء تاخد لي اعلى طلقه في الخزنه واحطها في ظرف الماسوره، او ان السلاح يكون يدوي فبحط الطلقه بايدي. تمام؟ ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بضغط على حاجه اسمها التيتك او الزناد اللي هو حضرتكم ده. ده اسمه التيتك او الزناد. ايه اللي بيحصل؟ بيتقدم الطارق اللي هو الجزء ده للامام، يضرب على مؤخره ابر ضرب النار اللي هي دي، فمقدمه الابره تصطدم بكبسوله الطرقه. كبسوله الطرقه تحتوي على مواد كيميائيه حساسه للطرق. حساسه للطرق يعني ايه؟ بتنفجر لما حد يخبط عليها باختصار. تمام؟ زي ايه؟ زي الماده الاورنج او البرتقالي اللي موجوده في بوم الاطفال. دي ماده اسمها كلورات بوتاسيوم، نتيجه ان انا هتصطدم بالارض هي اللي ايه؟ هي اللي بتعمل فرقعه. احسن ناس كتيره فاهمه الزلط اللي موجود في بوم الاطفال ده بيحتك ببعض وطلع شراره فيولعها. لا، الزلط ده بيدي طاقه حركه بس بيدي كتله للطرق. وفاهم من ورق بحط فيها شويه زلط عشان يتقلوها، عشان لما اخبطها من غير تصطدم فيحصل كده. لكن الماده اللي هي الاورنج اللي هي الكلورات البوتاسيوم دي نتيجه اصطدامها هو اللي بيحصل فيها عمليه الايه؟ الفرقعه. لما بتفرقع بتطلع شويه دخان كده، هنا بتطلع برضو بس مش شويه دخان، بتطلع غازات متوهجه، بتطلع غازات مولعه تدخل على البارود اللي موجود في الطلقه هنا تشعل. لما تشعل البارود ايه اللي بيحصل؟ نتيجه اشتعال البارود بتتولد كميه هائله من الطاقه، كميه غازات عاليه جدا. الجرام البارود بيديني لتر غازات. تخيلوا حضراتكم لو طلعه زي دي كده وفيها 3 جرام بارود بس،
لما تشتعل تديني ايه؟ 3 لتر غزال. تخيلوا حضراتكم في حيز قد ايه؟ في المسافه دي كده في 3 لتر غزال، يبقى لازم الغزال دي ضغطها يعمل ايه؟ يفجر الطاقه. فلما يفجرها ينفصل المنظوف اللي هو الجزء اللي قدام ده عن جسم الظرف الفارغ، عن جسم الطلقه، ويخرج من خلال ماسوره السلاح. اسمها ميكانيكيه الاطلاق. دي عمليه الاطلاق في الاسلحه الناريه بتتم بشكل شرحناه. تخيلوا حضراتكم لو انا النهارده حطيت طلقه ودوست على الطائر تيتك وتقدم الطارق وضرب الابره والابره اصطدمت بالكبسوله والكبسوله اشتعلت وطلعت لهب واشعل البارود وتولدت غازات وخرج المخزون. لو كل ده هيحصل بالترتيب اللي انا بقوله يبقى الشخص اللي انا لويت اضربه روح بيتهم وقعد وشرب شاي وانا لسه المخزون ما خرجوش. فايه اللي بيحصل؟ لحظه الضغط على الزناده والتيتك هي لحظه اصابه الهدف. فعشان كده سموها عمليه تزامن. يعني كل الحركات الميكانيكيه اللي انا قلتها بتتم في السلاح بتتم في زمن واحد، عشان كده سميناها تزامن. او ان الحركات دي ملازمه لبعضها بتتم مع بعض فسميناها تلازم. فمعنى تزامن او تلازم الموجود في السلاح الناري ان الحركه الميكانيكيه اللازمه لاطلاق طاقه بتتم في زمن واحد او حركات ملازمه لبعضها فبنسميها تلازم. تمام حضراتكم معايا؟ في حاجه مفهومه؟ الحمد لله. طيب قلنا بعد كده اله لها مواصفات كثيره تزامن وتلازم مالها؟ تخرج اجسام صلبه ذات سرعات عاليه. شرط اساسي هو الشرط الثالث. اله مواصفات كثيره الشرط الثالث بقى ان الاله دي تخرج اجسام صلبه ذات سرعات عاليه، دي هي المقصوفات. هو ممكن تبقى اله كده سلاح ما تخرجش، هنشوف بعد كده. طيب تخرج اجسام صلبه، خروج الاجسام الصلبه ده راجع لايه؟ خروج الجسم الصلب اللي هو المخزون في السلاح راجع لايه؟ راجع للضغط الناشئ على احتراق الماده الكيميائيه. اللي احنا قلنا البارود بيتهرب بيتولد عن حرق البارود كميه هائله من الغازات، الغازات دي هي اللي مسؤوله عن دفع المخزون. يبقى ضغط خروج المخزون هنا راجع لايه؟ راجع للضغط الناشئ عن الغازات. تمام؟ اللي هي الناتجه عن احتراق البارود. الحاجه الاخيره هي دون الضغط على فواحد المصوره للخلف. يعني ايه؟ نشوف دلوقتي اله تتشابه مع السلاح الناري في كل حاجه. ميكانيكيه عملها في احتراق بارود وتزامن وتلازم وشفت اجسام صلبه الا انها مالها؟ عشان تشتغل محتاج ان انا اضغط على فواحد المصوره للخلف علشان تتم عمليه الاطلاق. هنشوف دلوقتي اسمها اله تثبيت المصامير الصلب من اسطح الخرسانيه او سموها ناس بتوع الدكور مثلث الدكور. هي دي حضراتكم، دي اله بيتحط فيها طلقات وبارود اسود. هنرجع لحضرتك ولو جيت هنا هنرجع لحضرتكم معلش. فبيتحط فيها طلقات فيها بارود اسود وصلب، بعدين مصامير صلب. ولما بضغط عليها ما تضربش، لازم ادوس على مقدمتها او اضغط على مقدمتها اللي هي دي ترجع لورا عشان تتم عمليه الاطلاق. فهي بتخرج اجسام صلبه وهي اله وهي ذات مواصفات تاسيه وفيها احتراق بارود الا انها لابد من الضغط على فوهه الماسوره لاتمام الحركه الميكانيكيه. هنا فقط الشخص من ايه؟ شرط من شروط السلاح الناري اللي هما الخمسة. لذا لا تعد سلاحا ناريا ولا يشكل اي جزء من اجزائها جزء رئيسي في سلاح ناري. ايه بعد كده؟ بعد كده عندنا حساسية الصوت اللي الناس بتقول عليها مسدس صوت وطوابق صوت، هو اسمه وحد الصوت. الحقيقة وحد الصوت ده بره بيعتبروه ضمن الالعاب النارية. ما هوش سلاح، مش وحد الصوت. طب هو فقط ايه من شروط السلاح الناري؟ هو فيها مواصفات قياسية وفي احتراق بارود بتاع الطلقة بتاعته اللي موجودة تحت دي، تمام؟ ما بيضغطش على فوات المصفوفة عشان يشتغل، لكن بيفقد شرط أساسي وهو إنه ما بيخرجش مصفوفات. خرجش مصفوفات
يجب سعادتك تقرير في سلاح محدث صوت اسف ومكتوب فيه ايه؟ محدث ايوه سلاح نام زي ما حضرتك بتقول، لكن مكتوب ايه؟ محدث صوت بمصوره بقى حال اللي بقى خروج المقصودات. في محاضره في القاعه الثانيه من فتره يعني ايه حاجه؟ اسئله كتير جدا يعني ايه حاجه؟ يعني حاجز موجود في المصوره ما يخليش المحدث ده يمر من خلال مصورته مقصوده. بقى في حائل موجود هنا يهمنا عن المقصود في عدد منه؟ تمام؟ طب لو شفت الحائل تحول لسلاح ناري لانه هيسمح بمرور مقذوفات. يبقى في الاول هو محدث الصوت فقط شرط خروج مقذوف ناري لوجود حائل يمنع خروج المقذوف، الا انه اذا تم ازاله هذا الحائل تحول الى سلاح ناري لانه هيخرج مقذوفات. بقى دي الاله الثانيه اللي بينطبق عليها اربع شروط من شروط السلاح الناري وتفقد شرطا واحدا لذا لا تعد سلاح ناري. مهم قوي محدث الصوت ده تقاريره كتيره ومشاكله كتيره. من ضمن الحاجات اللي بتيجي ان حضراتكم لو المحدث جالي احيانا بيركب فيه حائل قابل للتعديل او التغيير، يعني ممكن افوقه كده بمفتاح الانكي واشيل حائل يعدي لي اي بليه او برايه صغيره ممكن تركب على الطبقه دي. في الحاله دي اصبح سلاح ناري. بيجي حضراتكم كان عندنا قضيه في الجمعيه جايبنا واحد انا ابني مكسوب بمحدث الصوت بيضرب بيه في الافراح وبيلعب بيه. والاداء جاي بجنايه احراز سلاح بدون ترخيص. انت ما كنتش عارف الفرق بين السلاح ومحدث الصوت. انت ما تعرفش ان لو مسكت محدث الصوت بتاعك وبصيت في الماسوره تلاقيها منفذه وممكن تعدي حاجه تبقى سلاح ناري. فجاي الاستاذ المحامي الراجل بيقول انه معاه محدث الصوت وبتاع بيقول كذا كذا، فين التقرير؟ التقرير اهو. طيب ما دام سمح بمرور اسم صلب ايا ما كان حجمه تحول من طبيعته من محدث الصوت الى سلاح ناري. تمام حضراتكم؟ طب الآن اللي بعد كده تعمل ايه؟ بنادق ومسدسات ضغط الهواء تحت العصافير. تحت العصافير. ينطبق عليها شروط السلاح الناري خمسه نشوف مع بعض. آلة؟ آلة. مواصفات أساسية؟ تمام. بتخرج أجسام صلبة؟ بضغط على فوات الماسورة؟ لا. أدي أربع شروط من شروط السلاح الناري. الشرط اللي بتفقده إيه؟ بتفقد احتراق مادة كيميائية سريعة في اشتعال. يعني هنا المقصود طالع نتيجة ضغط الهواء مش بضغط الغازات الناتجة عن احتراق الضوء. يبقى فقد الشرط من شروط السلاح الناري لذا لا تعد سلاحا ناريا ولا يشكل اي جزء من اجزائها جزء رئيسي سلاح ناري. اوكي. واي مقصود سلاح ناري ولا المقصود عظيم. السؤال ايه؟ لا. اي مقصود ياخد المنصوره يخليه سلاح ناري ولازم المقصود له وصفات خاصه في طلقه حيه؟ لا. هو مجرد في التعريف لو رجعنا له هنلاقي بيقول ايه؟ تعريف له القدره على اخراج اجسام صلبه. هو اخرج جسم صلب. التعريف ما قالش المقصود لازم يكون ايه؟ هو حضرتك لو انا حطيت بنيه من بتاع هرمون البني ده ولا بتاع ولا حاجه وحطيتها في المقصود وحطيتها في الطبق وطلعت هتبقى جسم صلبه ولا لا؟ مقصود؟ بقت مقصود؟ هقول لحضرتك في الجناين اللي فاتت كان في ناس بتفضل طبق الخرطوش صغير كده كانوا شباب بيحطوا البلي الازاز بتاع الاطفال اللي بتلعب فيه. طبعا بمصيبته اكبر في الاصابه وحجمه اكبر وبيمشي صغير هي بتخرج اجسام صلبه ذات سرعه عاليه. تمام حضرتك؟ بنادي ضغط الهواء دي او مسدسات ضغط الهواء لها تعدى ساحه ناريه زي ما قلنا. آلة مواصفات قياسيه وبتخرج اجسام صلبه وما بتقطعش على فوهه الماسوره للخلف الا ان خروج الاجسام الصلبه مش راجع لضغط الغازات بل راجع ايه؟ ضغط الهواء. لما بيكسر الطفل كده معاه الدولاب بتاع العصافير دي يكسر الماسوره قدام بيجي ضاغط في مكبس كده كميه من الهواء مضغوطه ها زي ايه؟ زي المفاجاه بتاع العجل ها؟ بيضغط كميه من الهواء مجرد ما يضغط على الزناد او التيتي بيفرج عن الهواء ده بيندفع ويدفع الرشايه اللي احنا بنصاب بها العصافير او الاطفال بنصاب بها العصافير. هنا ينطبق عليها اربع شروط من شروط السلاح الناري الا انها تفقد شرطا اساسيا وهو ان خروج المقصود مش راجع للضغط الناشئ عن احتراق
اختراق مادة كيميائية سريعة الاشتعال. في حاجة تانية في مسدسات كده اسمها مسدسات الغاز. المسدسات دي بيركب في مخبطها هنا في الحتة دي كده تيوب بالشكل ده كده او دعيس بيركب هنا وبتعمل عمل السلاح الناري تمام. آلة مواصفات قياسية وبتخرج اجسام صعبة ومبتغطش على فوات المصروف الا انها خروج الاجسام الصعبة راجع لضغط الغاز اللي موجود في الانبوبة دي او التيوب ده. مش راجع لضغط الغاز الناشئ من احتراق مادة كيميائية سريعة الاشتعال. تمام حضراتكم؟ ده تعريف السلاح الناري شروطه الخمسة قلناها. آلة مواصفات قياسية تمام؟ خروج أجسام صلبة اللي هي المخطوفات، احتراق مادة ينتج عنها غازات تدفع المخزوف، آخر حاجة إن أنا ما أضغطش على فوات المصور الخام. لا ده بالظبط زي مخزوف بنادق العصافير، نفس الرشاقات اللي كانت موجودة حضرتك. بص أهي سوري. أيوة بص حضرتك اللي هي دي اللي في العلبة اللي موجودة في العلبة دي. هي رشاية صغيرة زي بتاعت العصافير تمام كده على بلاد العصافير بس ده بيبقى حجمها اصغر. نعم بس مش خروجه مش راجع لضغط الناتج عن احتراق البارود، راجع لضغط الغازات الموجودة في التيوب ده ففقط الشرط ده. واصح يا جماعة؟ عادي تاني تمام. طيب اتفضلي. لابد من توافر الشروط الخمسة علشان اقول ان الآلة دي استحلال. فقد شرط واحد زي ما وضحنا خلاص خرجوا من كونه استحلال. طب لو اكسبتوا هذا الشرط اللي فقدوا رجع لكونه استحلال تاني مرة تانية. تمام؟ طيب سنوف حضراتكم اتفضل يا فندم. ما طلعش مخطوفات. إذا شربت الحائل وأصبح يخرج أجسام صلبة. علشان ما أخرجش مخزوفات يبقى ألعاب أطفال ده مش سلاح. مفيش مخزوفات خلاص، ما هو خرج مخزوفات ده سلاح. بيدي صوت عشان كده سموه واحد الصوت. ممكن حضرتك تدخله. لا هو في قانون جديد قانون 5/2019 لسه مفروض بس لبنادق ضغط الهواء والمسدسات الصوت، لكن للاسف هو المفروض ان ينزل جدول رقم 5 يضاف للجداول 4 ملحقه القانون. قالوا ان هتبقى الحصر على اساس الجدول اللي هينزله وزير الداخليه مع هذه الجداول، حتى لو ما نزلش جدول رقم 5 من 2019. يا زملاء فضلكم الاسئله بعد نهايه المحاضره مش اثناء المحاضره. عشان تسلسل الفكر عند المحاضر يبتدي يستمر. انتوا هتستفيدوا واحنا هنستفيد. شكرا. اتفضل يا دكتور. تمام حضراتكم؟ فاحنا قلنا ليه؟ احنا بنعرف سلاح. انا كمحامي ليه بعرف تعريف السلاح الناري؟ قلت لحضراتكم الثلاث موكله كلها فين؟ ابني ممسوك بمديريه اصطاد عصافير وراح يلبسوها ليه؟ انت ما شفتش. ممكن مديريه العصافير دي تتحول لسلاح ناري. تمام؟ ممكن مسدس الصوت اللي احنا بنقول عليه او مقدس الصوت اللي مع الوقت بيلعب فيه يتحول لسلاح ناري. اذا تحول لسلاح ناري اخذ حكم السلاح الناري ويبرم كسلاح ناري. وفي حاله تحويله اذا حصل فساد او عطل فيه بعد تحويله اصبحت اجزاء واجزاء رئيسيه لسلاح ناري. كنا في الاول بنقول لا يعد سلاحا ناريا ولا يشكل اي جزء من اجزاء جزء رئيسي لسلاح ناري. تمام؟ إذا تحول إذا شلت السبب أو رجعت له الشرط ناقص وحولته لسلاح ناري في حالة عدم صلاحيته في الحالة دي هيحوي على أجزاء رئيسية من سلاح ناري وهيبرم على إحراز أجزاء رئيسية في سلاح ناري. تمام؟ تمام؟ نشوف إيه بعد كده. قلنا لحضراتكم الأسلحة دي لو خلصناها الأسلحة النارية قلنا قبل ما نبدأ لازم نعرف يعني إيه سلاح ناري. نرجع بقى الأسلحة النارية. إيه هي الأسلحة النارية؟ إحنا عندنا حسب قطر ماسورة السلاح من الداخل نوعين من الأسلحة. حسب قطر السلاح من الداخل عندي نوعين من الأسلحة، أسلحة كبيرة أو البيج أرمز وأسلحة صغيرة اللي هي السمول أرمز.
لا صحة كبيرة خاصة بالقوات المسلحة والجيوش بصفة عامة، وبالتالي حتى بيصعب حملها للأشخاص العاديين أو الخارجين على القانون، وبالتالي حتى لما بتروح المعامل الجنائية أو الأدلة الجنائية بنعيدها مرة تانية للنيابة ونقول لهم تحال إلى جهة الاختصاص اللي هي القوات المسلحة. طيب الأسلحة الصغيرة أو السمول أرمز هي أسلحة بيسهل على الأشخاص الخارجين عن القانون حملها وإحرازها، بالإضافة لأنها يتم ترخيصها، المساحة الكبيرة يتم ترخيصها. طب المساحة الكبيرة دي هي إيه؟ قلنا لقطر المحاسبة هنقسم حسب قطر الماسورة من الداخل. قطر الماسورة من الداخل ده اسمه عيار السلاح. اسمه إيه؟ عيار السلاح. طب قلنا المساحة الكبيرة هي التي لا يزيد قطر ماسورتها من الداخل عن 60% من البوصة أو ما يعادله بالملي وهو 15 ملي. يعني 60% من البوصة أو 15 ملي. إحنا عندنا في دول لسه ما زالت بتقيس بنظام إنجليزي. عارفين نظام إنجليزي؟ الرأس والوقية والكيلة و... تمام؟ ها؟ لكن النظام الفرنسي اللي إحنا عارفينه هو النظام المتري، الكيلو متر والسنتي والكيلو جرام والجرام إلى آخره. طيب بقول 60% من البوصة أو ما يعادلها بالملي 15 ملي. يعني ال 15 ملي بتساوي 60% من البوصة؟ آه هي بوصة بتساوي إيه؟ البوصة قد إيه؟ البوصة مش 60% من البوصة. البوصة قد إيه؟ أو 2.54%. البوصة بتساوي 2.54%. فبنقول الأسلحة اللي بيزيد قطر ماسورتها أو عيارها عن 60% من البوصة أو ما يعادله بالملي اللي هما يعادل 60% من البوصة 15 ملي بتسمى الأسلحة الكبيرة. الأسلحة الصغيرة واللي احنا هنشتغل عليها دلوقتي هي التي لا يزيد قطر ماسورتها أو عيارها عن 60% من البوصة أو ما يعادله بالملي. طب الأسلحة الصغيرة دي حسب طبيعة الماسورة من الداخل بنقسمها لنوعين. أسلحة مششخنة، في بعض الألفاظ وأنا بنطقها بدوس عليها كده، أنا مش هقدر فيها، أنا بعيدها بس عشان أأكد على اللفظ. مششخنة. لا الأسلحة الخرطوش دي مششخنة، تمام؟ غير مششخنة. أسلحة مششخنة يعني في ماسورتها من الداخل خطوط شخنة. هنفهم يعني إيش خطوط شخنة وبتتعمل إزاي وفائدتها إيه في السلاح. النوع الثاني أسلحة غير مششخنة أو في القانون موجودة هنلاقيها مصقولة الماسورة أو مرساة الماسورة أو المشهورة باسم الأسلحة الخرطوش. عندي أسلحة مششخنة، أسلحة غير مششخنة اللي هي المصقولة أو الخرطوش، الاسم الثاني بتاعها عندنا هي الأسلحة الخرطوش. يعني إيه أسلحة مششخنة؟ باختصار شديد جدا أسلحة مششخنة يعني ماسورتها فيها خطوط شيشخان. ايه هي خطوط الشيشخان؟ علشان البعض فاهم كده غلط وفاهم ان خطوط الشيشخان سبرينج او حلزون داخل ماسور اطلاق. خطوط الشيشخان تعرفها هي خطوط طوليه، خطوط طوليه شايفينها حضراتكم اللي هي موجوده في الماسوره من الداخل دي، شايفينها دي خطوط طوليه بطول الماسوره ذات انحراف معين، هي بتميل لكن ما بتلفش، ما بتعملش دوره كامله داخل جدار الماسوره، هي لها زاويه ميل او زاويه انحراف بس عن محور الماسوره، تمام؟ خطوط طوليه مالها بارزه بين الماسوره مالها بارزه، هي الخطوط البارزه دي هي دي خطوط الشيشخان، تمام؟ خطوط طوليه بارزه ومتوازيه ذات انحراف معين على محور المصور لها زاويه ميل، خلاص تاخذ اتجاه اليمين او اليسار حسب المصنع المنتج، وده ملوش بيأثر في اي حاجه في ضوءها او في عدتها في السلاح. يبقى خطوط السلاح مششخه يعني ماسورته فيها خطوط شيشخان. عظيم. خطوط شيشخان قلنا تعرفها خطوط طوليه بارزه ومتوازيه ذات انحراف معين على محور الماسوره تاخذ اتجاه اليمين او اليسار حسب نوع السلاح او المصنع المنتج.
فايدتها ايه في السلاح؟ فايده هبوط الشيشخان ايه في السلاح؟ طب انا بقولها لحضرات كلها، بقولها الساده المحامين هيستفيدوا ايه من ان اعرف هبوط الشيشخان؟ هرقوا عارفين وهتلاقوا تجريم السلاح المششخر غير تجريم السلاح غير مششخر. فبقى فاهم ايه الفرق بين ورقة وسرعة؟ قوة وسرعة. حاضر. هنقول بالتفصيل شوية أكتر. حاضر. خطوط الشيشخان إحنا قلنا هي خطوط لها إيه؟ بارزة ومتوازية ولها انحراف أو ذات انحراف. بارزة عن إيه؟ خطوط الشيشخان بارزة عن إيه؟ بارزة عن القطر الأصلي للسلاح. الطبيعي لما أقول سلاح عيار 9 مللي يعني قطر الماسورة من الداخل 9 مللي. فلما الخطوط تكون بارزة يبقى القطر هيبقى 9 مللي من عند الخطوط. ضيقة الماسورة لأنها بارزة عن 9 مللي. هتضيق الماسورة شوية. بس عايزين نفهم دي ده قد إيه؟ ده ارتفاع خط الشيشخان لا يتجاوز 2.1 من المللي. 5 مللي. لأن لو أكتر من كده هتعوق حركة المخزوف، المخزوف مش هيخرج وهيقف في الماسورة. فهي حاجة بسيطة جدا ارتفاعها 2.1 من المين. طب ايه لازمتها؟ ايه فايدتها لما الخطوط تضيق الماسورة؟ حاضر ده حاجة تانية هقولها. ماشي؟ الضيق بتاع الماسورة هيعمل ايه؟ هيعوق حركة المخزون، هيضايقه. واحد فينا ماشي بطريق سريع غير اللي ماشي بطريق كله مطبات. عظيم. طب وهتعوق حركة المخزون؟ احنا مش عايزينها تعوق. الإعاقة دي لحظية. راجع ايه او فايدتها ايه؟ انها شويه تعطلت العطله دي او التعليم ده لحظي. ليه؟ عشان تدي فرصه لاشتعال كل كميه البارود اللي موجوده في الطاقه. ولما تشتغل كل كميه البارود يبقى هستفيد بكل كميه الغازات الناتجه اللي هستفيد بضغطها في نفع المقصود. لكن لو احترق شويه بارود صغيرين ومفيش خطوط شيشخان تعوق المخزون، مجرد ما يتولد حبه غازات صغيره هتكفي لانفصال المخزون، هيقف بعد 5-6-10 متر. تمام؟ لكن نعمل ايه؟ خطوط الشيشخان تعوق شويه من حركه، تعوق شويه من حركه المخزون هو جاي عشان تدي فرصه لاشعال كل كميه البارود وبالتالي الاستفاده من كل كميه الغازات الناتجه فتتفعل المخزون لمدى كل اكبر ومدى فعال اكبر. يعني تبعت المخزون في مسافه اكبر من اللي انا عايزه. ده اول حاجه. يبقى معنى بارزه انها تعمل كده. ذات انحراف معين. يعني ايه ذات انحراف معين؟ ده زاويه 2 زاويه 2 يعني ممكن الماسوره خط الشيشخان يبدا من اولها لاخرها يا دوبك لف ربع لفه في الماسوره. ربع لفه ما لفش ما عملش كده على زون او سبرينج. لا هو مايل بس. طب وده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني على انه هيجبر المخزوف على عمل حركه التفافيه حول محوره. المخزوف هياخد الماسوره بيلف كده. طب ايه اللي هيحصل؟ كده وليش؟ لا مش احنا عارفين في حاجه اسمها علم الباليستيك اللي هو المخصوص او بحركه الاجسام في الفراغ. بيقول ان الاجسام اللي ماشيه في الفراغ لو ماشيه وتلف حول محورها تعمل ايه؟ تقاوم الجاذبيه الارضيه والرياح. طالما قاومت الجاذبيه الارضيه والرياح تبقى تمشي مسافه اكبر. يبقى مفيش حاجه الجاذبيه الارضيه والرياح مش هيقوم. تبقى تديني مدى كلي اكبر ومدى فعال اكبر. عظيم؟ طيب الحركه الالتفافيه دي هتعمل ايه تاني؟ هتديني قوه اختراق اعلى. لما تصطدم بالجسم يبقى قادره على اختراقه بسهوله. ده بيبان قوي السيدات والبنات اللي عندها شرطه بنت كده عزيزه عليا وجت فكت الخياطه مش عايزه تقول لها الراجل هي جت خياطه دي هتعمل ايه؟ لو جابت الابره وحطيتها وضغطت سيبت الابره تمام. لكن لو حطيت الابره ولفيتها وهي بتعديها من الجيب هتعدي. اذا الاتجاه ده او الحركه الالتفافيه دي بتدي قوه اختراع اعلى. إذا المخزون لما يجي يصطدم بالجسم يبقى قدرته على اختراق هذا الجسم هتكون ايه؟ هتكون اعلى. يبقى فايدة خطوط الشيشخان زي ما قلت هتعمل ايه؟ هتخلي المخزون ينزل عن خطوط الشيشخان البارزة
والانحراف الموجود في طرش الشخام هتؤدي الى مدى طولي اكبر، مدى فعال اكثر، قوه اختراق اعلى. تمام؟ دي طرش الشخام وفايدتها. بتتعمل ازاي؟ الحقيقه بتتعمل ازاي دي متخصصه شويه، هحاول بسرعه اقول لك عشان توصل بس. زي ما قلت لحضراتكم ما ينفعش ان الصوره تطلع 9 مللي وانا حاطط عليها ملزق عليها اجزاء علشان حقوق الطرش الشخام البارزه. اول ما صفر هياخد الاجزاء دي معاه. فبيعمل ازاي؟ انه الماسوره قدرها 9 متر. وبروز خط الشخام كام؟ 2 من 10 مللي. طب خط 2 من 10 من هنا وقبل خط 2 من 10 بتلاقي الماسوره مسافه قد ايه؟ 4 من 10 مللي. فيعملوا ايه في المصنع؟ يجيبوا ماسوره قدرها اقل من 9 مللي ب 4 من 10 مللي، يعني 8 و6 من 10 مللي. وبعدين يبدا يحفر عشان يوصل للقطر الاصلي للماسوره، وفي مكان خط الشيشخان هو اللي باس. تمام؟ في الحاله دي تبقى خطوط الشيشخان جزء من معدن الماسوره من الصلب نفسه. تمام؟ وبالتالي مش سهل انها تطلع او تتاثر بخروج الماسوره. دي في حضرتك عمر السلاح الناري بيقدر بايه؟ بعدد طرقات. ليه؟ بعد عدد الطرقات ده هتكون خطوط الشيشخان دي اتاخدت. قضيه من القضايا جالي مقذوف وقال لي المقذوف ده مستخرج من جثه، السلاح المستخدم في اطلاقه ايه؟ لقيت المقذوف ما عرفش خطوط الشيشخان بس في نفس الوقت مش مضروب بالسلاح. فقلت ان المخزون ده يمكن اطلاقه من سلاح غير مششخن او سلاح مششخن تاكلت خطوط شيشخان. انت عمر الافتراض خطوط شيشخان تاكلت بقت الماسوره مسافه من الداخل زيه زي السلاح غير مششخن. فكانت النتيجه المقصود في الواحد والكلام ده سنه 94 تاني. في ناس ما كانتش تعرف عارف. فالمهم المخزون برضه هذا المخزون اطلق من سلاح غير مششخن او سلاح مششخن ده اكيد مش اشكال ومقصود هو واحد ومشخن. جه السلاح بعد كده لوحده، ما كانش ايامها في الكمبيوتر ولا بتاع ولا مسجل قضايا كلها مانوال والدنيا ماشيه. فقلت ان السلاح بماسوره مششخنه تاكل ششخن مهمه. كانت النتيجه اللي هي دي. ده السلاح المكمل لحرز المقصود الاولاني. كان في محكمه جنوب في باب الخلف. لقيت السيد المستشار رئيس المحكمة بعت لي لأن السادة المحامين قالوا له لا ده هنا بقول لك السلاح مششخن تأكل خطوط شيشخان وإن المخزوف برضه من سلاح غير مششخن أو سلاح مششخن تأكل خطوط شيشخان يبقى المخزوف ده ما ضربش بالسلاح. تمام حضراتكم؟ وإحنا كلنا حضرتك ارجع للتقريبين على الرغم إنهم منفصلين. واحد قلت لك إن السلاح مششخن تأكل خطوط شيشخان وقلت لك إن المخزوف يضرب بسلاح غير مششخن على قاعدة
قال له في تسبيح يا جماعه بعض الاخطاء، انا اسف بقول اخطاء، بس بعض الاساتذه من الواحد طبعا 34 سنه في المعامل الجنائيه كانت نتيجتها اتمرمط في محاكم مصر من الزهاق اسكندريه الاسماعيليه لغيرها، فبقالي بعض المشاكل مع الساده المحامين بيقولوا عايزين الخميس نعمل تقرير او مراجعه هذا التقرير، فمن ضمن التقرير بدون ذكر اسماء في احد الدوائر برضه بدون ذكر اسماء بندقيه الضابط مسك الواقعه وقال البندقيه مرتتها كذا صناعه كذا، وجت المعمل الجنائي الماركه اللي هو ذاكرها اساسا مش ماركات الاسلحه، يعني ما هيش ماركه سلاح بالمره خالص، تمام؟ وبالتالي فانا بروح الاستاذه دي التقرير كانت محاميه هي ارجو انها تكون في القاعه يعني هي تعرفني كويس انها بتلاقي ثلاث اربع مرات في المحكمه دي، فقالت انا موكلي ممسوك معاه بندقيه بس مش هي دي، البندقيه اتغيرت حقها بس هي في الاخر تتحمل نتيجه حقها. كان ايه اللي حصل؟ رحنا القاضي ما شاء الله راح منتهي المعمل خمسه في المعمل الجنائي مساعد اول وزير ووكيله ومدير الاداره والخبير المراجع والخبير الفاحص للتحقيق وطلبهم الخمسه. طيب يا باشا مساعد الوزير مالوش علاقه بالتقرير اصلا خالص، والوكيل توقيع كده يبلغ، والمدير توقيع اشرافي، واللي شايل الليله الخبير والمراجع خير. رحت له خير يا باشا بندقيه دي انتوا اللي فحصتوها الكارت ده بتاعكم التحريزه بتاعكم كله تمام. طب وبعدين؟ فقال لي البندقيه متغيره. قلت له مين اللي قال؟ قال البيانات اللي جايه. قلت له البيانات مين اللي حطها؟ قال لي ظابط المسك. قلت له هو سيادتك خبير؟ هو خبير؟ لو هو خبير لا سعادتك ولا النيابه كانت احرجت الحزب، كان هو التقرير اللي هيقوله غير اللي هيعمل. فاستاذنك نفك الحزب. فجيت الحزب لقيت الداتا اللي قايلها الباشا ضابط الواقعه من على البندقيه موجوده لكن لها علاقه لا بالماركه ولا بجهه الصنع. تمام؟ والماركه وجهه الصنع موجودين، الاثنين موجودين. طب سعادتك الماركه دي مش ماركه سلاح. تمام؟ دي مش ماركه سلاح اصلا. قال لي طب راح الجناح الايسر قال لي طب حضرتك ما قلتش ليه؟ وليس ماركه كذا. قلت له لو دي ماركه كنت قلت انها ماركه كذا وليس ماركه كذا. لكن اللي مكتوبه او اللي اتوصفت او اللي اتباعت بقى البندقيه ما هيش ماركه اصلا. فما اقدرش اقول عليها وليس ماركه كذا والا انا باكد ان اللي جايه دي ماركه. تمام؟ فطبعا يا استاذه خلاص كل حاجه موجوده كل حاجه صح، بس الاستاذه اعترفت ان موكلها معاه مضبوط معاه بندقيه. خلاص بقى حل المشكله بطريقه عاجله. لو ما اعترفتش كان هياخد براءه. نعم. لو ما اعترفتش كان هياخد براءه. انا ليه بس لحضرتك بعض الملاحظات اللي كانت بتقابلني في المحاكم والنيابات. دي مشكله مشاكل. يكفي ان انا في مره من المرات رئيس نيابه مشهوره في مكان محترم ما يعرفش ان الظرف الفارغ اقدر اقول ان هو مضروب بالسلاح ولا لا. هو عارف ان المخصوص عشان في وش شخان. فانا بقول له ان الظرف الفارغ عليه اثار اكتر من المخصوص. المخصوص عليه اثار المخصوص شخان بس. لكن الظرف الفارغ عليه اثر الابره، اثر القادم، اثر الساحب، اثر الريتش روك او وقت التلباس. اربع اثار. فبتاكد اكتر. ليه؟ ازاي الكلام ده؟ في ناس قال سيادتك استناني بقى بعد اذنك. راح جمع لي كل صف النيابه الموجود وجاب لي فورم زي ده كده ومسكت قلم وفعلا حضرتك ده اللي حصل عشان افرق ازاي ان في اثار طباعات. عشان كده بيوصل حضرتك ان عندنا بعض اعضاء النيابه بتيجي تتدرب في جمعيه الادله الجنائيه. بعض المستشارين على المنصه قاعدين وقالوا الكلام ده اول ما مره نعرفه من تقرير استشاري للجمعيه لجمعيه علوم الادله الجنائيه. فانا بقول لحضرتك زي ما قال دكتور لطفي قبل كده احنا مش هتتعامل معانا محامي صغير مش فاهم. لا خالص احنا معانا زي ما قال مش عايز اذكر اسماء انا هذكر اسماء. احنا عندنا قامات في القانون وعارفينها دكتور احمد فتحي صروف وابنه دكتور طارق تعاملوا معانا في اكثر من خمس ادوار. يعني على سبيل المثال حضراتكم جاي تلسكوب اتمسك حد قريبه في المطار دي. التلسكوب في الماده 35 مقرر بيعد من اجزاء الاسلحه الناريه. التلسكوب اللي مركب او المعدل لتركيبه للاسلحه الناريه. فراح المعمل الجنائي وكان في معدل لتركيبه للاسلحه الناريه وخد حكم. جاب لنا القضيه جبنا التلسكوب وقلنا النوعيه دي
خاصة ببنادق ضغط الهواء بتاعت العصافير، ولا يمكن تركيبه على أسلحة نارية. هو عاجز عنه دفع دم، بس هو قانوناً ومرافعة تبويه في حد هنا أصبح الموضوع فني. أصبح الموضوع فني. القاضي جاي له تقرير من خبير بقول له ده، بقول له ده إيه؟ يركب على أسلحة نارية، يبقى يجرب. هو يدافع بها يقول له إيه؟ ده تقرير خبير وهو معتمد بيه. لا، مين اللي حل الاشكال؟ تقرير استشاري من الجمعيه من عندنا قالت كده نصا ان هذه النوعيه خاصه ببنادق ضغط الهواء. وصل الامر، هو ساعدنا في انه تواصل مع الدوله كانت المانيا ومع السفاره، وجابوا له كتالوج من الشركه وانها ما بتصنعش اي اسلحه ناريه اصلا، وما بتعملش غير البنادق بتاعت العصافير، وبالتالي فالتلسكوب ده لا يمكن تركيبه على الاسلحه الناريه. فحضراتكم عشان حد انا بجاوب على اسئله اتسالت فيها في نفس القاعه المقابله، ان يعني هو المحامين الصغيرين اللي مش فاهمين ما يقولك ده، هي مش مساله هو جاي لي عشان مش فاهم، هو جاي لي عشان وقف عند نقطه فنيه مش هيحلها له الا حد فاهم. لكن هو كقانون استاذ قانون، لكن وقف لحد هنا في المرحله بتاعته، وبالتالي بيلجا لحد استشاري يقول له الكلام ده صح ولا مش صح. يرجع تاني للاسلحه الناريه. تمام حضراتكم؟ قلنا أسلحة مششخنة وأسلحة غير مششخنة. بعد كده حضراتكم هناخد احنا قلنا في أسلحة مششخنة وأسلحة غير مششخنة. نبدأ بالأسلحة المششخنة، وعرفنا يعني إيه خطوط ششخان ويعني إيه سلاح مششخن وخطوط الششخان بتعمل إزاي وفائدتها إيه. إيه هي أنواع الأسلحة المششخنة؟ عندنا نوعين من الأسلحة المششخنة، مسدسات وبنات. الأسلحة المششخنة نوعين، مسدسات وبنات. كان قبل القانون 97 لسنه 92 يقول لنا عندنا طبنجه ومسدس ودوري اليه مش عارف ايه. كلمه طبنجه اتشالت من القانون المصري من سنه 92، وما زال هذا الخطا دارج. ده فلان معاه طبنجه، ده رفع عليه الطبنجه، وامين شرطه سلم الطبنجه لزميله فلان، الظابط الفلاني وضع الطبنجه في سلاحيه. طبنجه انتهت من سنة 92 في مصر، كانت هي كلمة أصلاً فارسية، كانت جاية من كلمة تومانج، تومانج، ودي كلمة فارسية، وكنا احنا حرفناها طبعاً في مصر وسميناها طبنجة، وكانت بتطلق على المسدس ذو البقرة أو السامية أو الأسطوانة. يبقى في عندنا نوع من المسدسات بساقية كده، ده كان بيتقال عليه لغاية سنة 92 طبنجة، وجاية من كلمة تومان. هي البولفر، والبولفر تعمل دوران حول المحور اثناء عمليه الالقاء في المسدس اللي هو الساقيه. البقره او الساقيه دي بتدور او بتلف علشان تبدل مكان، تجيب طلقه جديده مكان اللي ضربت وهكذا. احنا عندنا نوعين من المسدسات، عندنا مسدس بساقيه او خزنه او مشط. تمام حضراتكم؟ ده المسدس بخزنه اللي اغلبنا عارفه. مسدس يكون عالي له اجزاء عباره عن ده مقبض السلاح اللي عليه جزء خشبي، ده زي ما قلنا قبل كده زناد او تيتك، ده طارق، الجزء ده اسمه منزلق، والمصوره بتبقى جواه او تحتيه، ودي خزنه السلاح. المسدس او هذه النوعيه من المسدسات تعمل بطريقه نصف اليه. يعني ايه طريقه نصف اليه؟ بعد الخزنه بالطلقات بحطها في مكانها في المسدس اللي هو تحت هنا، تبقى راكبه كده جوه ده. تمام؟ بسحب الاجزاء للخلف، لما بسحب الاجزاء للخلف ويبدا يتقدم للامام بتاخد اعلى طلقه في الخزن. اضغط على التيتك يضرب الطلقه، يخرج المقصوف من فوهه الماسوره اللي هي دي، ويخرج الظرف الفارغ من الفتحه دي اسمها فتحه القصف، لان في جزء اسمه القاذف في السلاح بيقذف لي المقذوف للخارج في الظرف الفارغ فبيخرج من هذه الفتحه. طيب المسدس ده بالطريقه دي بيعمل بطريقه نصف اليه. ليه؟ عشان انا اول مره سحبت الاجزاء بايدي اتعمرت طلقه، ضربت خرج المقذوف في الظرف الفارغ، الاجزاء رجعت للخلف وهي طالعه لقدام هتاخد الطلقه الثانيه اللي بعد الاولانيه اللي خدتها اللي هي بقت اعلى طلقه في الخزن. وتدخلها الماسوره اوتوماتيك ماليش يد فيه. اضغط على التيتك تتكرر العمليه.
يخرج مقصوف ويخرج الظرف الفارغ وتتم عمليه الاطلاق، ترجع الاجزاء اللي امام تاخد الطبقه الثالثه او اللي عليها الدور. تمام؟ هنا اصبحت انا ما بعمرش بايدي، عشان كده قلنا هي تعمل بطريقه نصف آليه. محتاجه ايه الطريقه النصف آليه؟ ان انا اعمر اول طبقه بس وبعد كده كل طبقه بضغط على التيتك تخرج طبقه. كل ما اضغط على التيتك ضغطه تخرج طبقه. تمام؟ فعشان كده سميناها الطريقه النصف آليه. يبقى الطريقه النصف آليه هي كل طبقه او الطبقه بتحتاج في كل طبقه اطلاق ضغطه منفصله على التيتك. تمام؟ دي اجزاء السلاح. معلش ابتديت اسرع شويه عشان حاسس ان عامل وقت. لا حضرتك براحتك. عشان يوزنوا بس بعد كده عايزين يوزنوا بين السلاح والبصمات بس. شهادات وامتحانات وحاجات كتير بس احنا مبسوطين بقى بصراحه. بنستفيد يعني. المسدسات العاديه بتاعتنا الدارجه واحنا مرخصه الموجوده في مصر عاده كلها كانت بتشيل حوالي هي الخزف بتشيل 9 طلقات، فبنحط فيها 7 أو 8 عشان ما نبوظش الجاي بتاع الخزنه. تمام حضراتكم؟ ظهر في التسعينات ايام الوزير حبيب العدلي نوع من المسدسات بيشيل 100 طلقه مع خزنتين، خزنه بتشيل 100 طلقه اللي هي تحت دي، وخزنه بتشيل 50 طلقه اللي هي راكبه فوق دي. السلاح ده لو في جزء كده هو مسدس وترخص وكان داخل منه بس 54 قطعه ترخص منهم 36. أول ما ترخص كان بيتباع بآلاف الجنيهات. اتظبط في يوم من الأيام مع حد حطها تابلوه العربية. إيه ده؟ قال مسدس. إحنا مش متعودين في مصر نشوف شكل مسدسات بالشكل ده، نتودع الشكل اللي هو بتاعنا القديم. إزاي؟ ده مسدس وادي راس بتاعه. وديه المعمل الجنائي له قرار. جه المعمل الجنائي فحصناه لقينا إن في جزئية ارتفاعها لا يتعدى 2 مللي. لو اتبردت أو اتصنفرت هيتحول لسلاح آلي. سلاح آلي الرشاشات اللي بتضرب آلي تقريبا خزنتها تشيل 35 طلقه تحط فيها 30. ده لما يشيل 100 طلقه ومعاه خزنه احتياطي 50 او 150 طلقه بقى اخطر من الرشاش. فده نوعيه من نوعيه المسدسات اسمها كاليكو صناعه امريكيه حاليا مترخص منه في مصر 36 قطعه بالظبط. انا اتعرض عليا ب 4000 جنيه وقت الشريط. شنطته قد كده. النوع الثالث من البنادق هي البنادق الآلية. البنادق الآلية وأشهرها عندنا هنا نوع من أنواع البنادق اسمه كلاشينكوف. كلاشينكوف ده هي البنادق اللي بنشوفها موجودة مع عساكر في أي مكان في تأمين. كلاشينكوف ده راجل مهندس روسي كان بيشتغل في السكة الحديدية. هو صاحب فكرة اختراع هذه النوعية من البنادق. وانتشرت او خدت توكيلات اغلب الدول العالم بتصنعها ومنهم مصر. احنا بنصنع النوعيه دي عندنا هنا. البندقيه دي بتشتغل بطريقه اليه بمعنى بسحب الاجزاء اول مره اخد اعلى طبقه في الخزنه اضغط على التيتك افرغ كل محتويات الخزنه طول ما انا ضغط على التيتك. يبقى ضغطه واحده على التيتك تكفي لتفريغ كل محتويات الخزنه. طب شفت عمليه الاطلاق لازم استمر او مع استمرار الضغط. البندقيه دي بتعمل بنظريه غريبه شويه اسمها نظريه ثقب ومنظم الغاز. ايه ثقب ومنظم الغاز؟ بصوا حضرتك المنطقه دي كده انا ازاي فاهم؟ في ثقب هنا في الماسوره تمام؟ والجزء ده كده اسمه منظم الغاز. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان لما المقصوف يضرب وهو ماشي في الماسوره بيفضل ماشي ماشي الغازات ماشيه وراه في تبعات هي اللي بتضغطه ثقب. تيجي اول ما تيجي جايه هنا تلاقي في ثقب يتصرف جزء من الغازات يتحرك كده فيرجع الاجزاء للخلف علشان تتم عمليه التعمير مره ثانيه. تمام؟ البنادق دي في منها آلي ونصف آلي فقط في العالم كله. فيها بنادق آليه ونصف في نفس النوع آلي ونصف آلي. جنب قالوا في مصر ممنوع ترخيص البنادق النصف آلي. فكان في ناس عندها بنادق نصف آلي كانت موجوده.
كانت مترخصة معملات النصف آلية موجودة فين؟ في مصنع من المناصب الحكومية، المصانع الحكومية الهامة في مصر. فعندهم 20 بلدوية قالوا لهم بلدي دي مترخصة، احنا مشتريينها ورايحين لمصنع 54 اللي هو عند البلاد، قالوا لهم بلدي دي مترخصة وهتتسكن مننا، خدوا بلدكم واحنا هنمشي. احنا مصريين. نعم من التوك توك عربية. بأي شكل، طيار، ماشي. كل واحد وقدراته. ماشي؟ فعملنا ايه؟ راحوا ضايقينهم في المصنع، راحوا داخلين وسدين هذا الصوت. قفلوا لهم الصوت ده اللي هو بيتسرق منه غازات تراجع على اجزاء. تضرب البندقية تفتح زي ما يبقى مش هيرجع يخرج الظرف الفارغ اذا فتحت بايدي وشلت الظرف الفارغ بايدي فحولها بنادق يدوية علشان يرخصها. فلما جت المعمل قالوا لنا البنادق دي يدوية ونصف آلية. يدوية ايه يا جماعة انتوا بتخرفوا؟ مفيش بنادق كلاشينكوف يدوية اطلاقا في كل العالم، يا آلية يا نصف آلية. فعلشان ابرر قال لها دي المصنع الدهانة وقال لها هي يدوية. ضربنا طلقات بالبندقية لقيناها بتتفرغ بشكل يدوي وفعل، بتعمل يد وبتفرغ يد. نحل المشكلة ازاي؟ نعرف ايه اللي حصل. فكينا فعلا ولقينا هذا الثقب اللي هو ثقب الغاز اللي مسؤول عن تصرف كميه من الغازات لدفع الاجزاء للخلف لاتمام عمليه التعميل مره ثانيه مسدود وبالتالي الرياكشن ما خطرتش على كلاشينكوف نفسه ما عمل بدور يعمل كده. احنا مصريين نعمل. ماشي؟ النوع اللي بعد كده الرابع في الاسلحه او البنادق هي البنادق السريعه الفعال. الحقيقه البنادق السريعه الفعال دي في مصر عندنا هنا بنسميها رشاشات. بنسميها رشاشات. جت منين كلمه رشاشات؟ الطلقه اللي بتستخدم على النوعيه دي من البنادق هي طلقه عيار 9 مللي. 9 في 19 مللي يعني طولها حوالي 2 سم. عظيم؟ اللي على البنادق اللي فاتت 7.62 في 39 يعني طول الظرف تقريبا 4 سم يبقى هنا 2 سم وفي البنادق اللي فاتت كلاشينكوف 4 سم. طب لما اجي اعمل عمليه الاطلاق الخزنه دي فيها 30 طلقه والثانيه فيها 30 طلقه. الاجزاء محتاجه وقت قد ايه عشان تتقدم للامام وترجع للخلف في حاله الظرف اللي طوله 2 سم والظرف اللي طوله 4 سم؟ ضعف المسافه يبقى ضعف الوقت. يبقى على مضرب 30 طلقه في المسدس في الرشاش او البندقيه سريعه الطلقات يكون الضرب 15 طلقه بس في البندقيه كلاشينكوف. ليه؟ علشان فرق في طول الظرف. تمام؟ في الحاله دي قالوا ان النوعيه دي بتطلع او بترش الطلقات، بترش المقذوفات. جت من هنا كلمه رشاش. ليه؟ لان معدل الاطلاق او معدل خروج المقذوفات فيها ضعف البيانات الاليه زي الكلاشينكوف وبالتالي هنا اصبح الفرق او المسمى وهي اصلا اسمها بنادق سريعه الطلقات. تمام؟ ده باختصار شديد جدا بالنسبه لانواع الاسلحه المشكله. في طبعا اسلحه حضراتكم وخلي بالكم تاريخ معمل الجنيه لما يجي فيه جمله. في اسلحه زي كده، الاسلحه دي ذات طابع تاريخي. يعني ايه ذات طابع تاريخي؟ هي مرحله من مراحل تطور الاسلحه. الاسلحه دي لما بتتظبط مع حد النهارده بدل ما ياخد قضيه احراز سلاح بالترخيص بياخد احراز قطعه اثريه معاه. اللي دخل الاثار في السلاح. ما هو مش عارف اتفاقيه الامم المتحده قال لك اي حاجه عدى عليها 100 سنه اصبحت اصل. اصبحت اصل. طب دي عدى عليها سنين؟ دي مرحله من مراحل التطور دي كانت سنه 1700 وحاجه. تمام؟ فهنا ده نوع من انواع ما كانوش اصلا عارفين يخترعوا الطبقه لسه. بص حضرتك شكل الطبقه، شكل الطبقه عامل ازاي؟ الشكل ده فيها فونيا هنا والقاعده ما فيهاش كبسوله زي الطبقات العاديه فبينزل الطرخ ده على الكبسوله اللي هنا دي علشان يفجر الطبقه. فدي كانت مرحله من مراحل تطور الاسلحه. تيجي حضرتك تبص تلاقي لك التقاليد حضرتك رايح عشان موكل في قضيه احراز سلاح ناري تلاقي بقى سلاح ناري وجزء اثري او قطعه اثريه. حصل ان جت بندقيه فعلا انتهت سنه 1805 والبندقية دي بتتعمر من ظرف المصور، ما بتتعمرش بطرقات، بتتعمر من فوهة من قدام، بتحط فيها مكونات القطع، تحط البارود، بعدين ورق أو حشوة من الورق، وبعدين شوية زلط أو حديد، وبعدين
حط ورقة تانية وبعدين مصدر لها من الخبر علشان تتم عملية النقاب. فلما جت البندقية قلت إنها تعد من الأسلحة ذات الطابع التاريخي، راحت النيابة محولها للآثار. فحصلنا يا فندم دي بندقية عادية جدا. فبعتلي تاني اللي بتوع الآثار بيقولوا حضرتك تعرف تحكي بالآثار؟ قلت له علاقة إن أنا راجل بتاع أسلحة لازم أعرف مراحل تطور الأسلحة منذ إنشائها. أول الأسلحة وأول إنشائها كانت عبارة عن إيه؟ طوبة. الطوبة الزلطة اللي بنحدد بيها كانت وسيلة من وسائل الدفاع الأشخاص عن أنفسهم من الطوارئ من الحشرات وغيره. فكان هو أول سلاح اخترع. بعد كده بقت نبال، بقت حاجة اسمها مقلاع أو سنجاليب وإلى آخره. مراحل تطور لغاية وصلنا دلوقتي للأسلحة الفتاكة اللي احنا وصلنا. فأنا ده دوري ودي شغلتي. فراح جاي بتقول أصلا قال لي دكتور أصلا بقول كذا. قلت له سيادتك اسألوا سؤالين، الطاقة بتركب منين؟ وإزاي؟ طبعا قال لي لا أنا هجيبهم وهسألك زي ما حضرتك تيجي مرة تانية. بالفعل رحنا اتقابلنا فقالوا دي بندقية عادية؟ قال له أه. فقال لي حضرتك اسألوا أسئلة على السؤال. قلت له مش هسألك حاجة، قول لي إزاي بتعمر البندقية؟ قعد يلف شمال ويمين ما عارفش أصلا ولا عارف المكان اللي اتحط من الطرف. ومن هنا ده مشكلة أو فايدة إن أنا أعرف السلاح من إيه؟ إن أنا أعرف الأسلحة القديمة بتجرم إزاي؟ مش بتجرم على إحراز سلاح فقط، بل على إحراز سلاح وإحراز قطعة أثرية في نفس الوقت. فما شاء الله شيل قضية سلاح وقضية آثار مع بعض وبتبقى حاجة كده مزدوجة. طبعاً هتعرف تختلف، صح؟ ماشي؟ في أشكال كتيرة من أسلحة الطابع التاريخي. زمان بص السلاح حضرتك بكام؟ ست فتحات وست مواسير او اربع مواسير. ليه؟ ما كانوش اخترعوا لسه الخازن. لما اتعملت الخازنه تشيل 30 طبعا ايه السلاح بقى 30 مصور، لكن ما فيش خازنه محتاج كل مصور احط فيها طلق. تمام؟ دي اشكال غير تقليديه. تخيلوا حضرتك المفتاح ده سلاح، تخيلوا حضرتك الخاتم ده سلاح وست طبقات. تمام؟ دي اسمها صحيح هي ذات اثر تاريخي تمام او طابع تاريخي، لكن هي ايضا اسلحه خاصه لاستخدامها في الاغتيالات السياسيه عشان اقدر اعدي بيها من المطار، اقدر احط خاتم نفسه فيه وبعدين في الاخر يطلع سلاح بست طبقات، او مفتاح شايله في ميداليتي ويطلع في الاخر سلاح. تمام؟ دي بعض الساعه بتاعت زمان يعني بكاتينه. ها؟ نعم. لا عم افتراض السلاح ده لو ده ورا بإزالة الطوش الشخان بعدد الطلقات ضرب عليه 10,000 طلقة اتشالت الطوش الشخان ما عادش فيه ايه؟ كده عم افتراض التاني. لا بالظبط. دي حضراتكم ساعة اللي هي ساعات كانوا عاملينها في البلاد وفي الأرياف بيشربوا، كانت موضة زمان كده في الشباب وكنا أيام الجامعة كده وبتاع كنا نشيلها نحطها في جيب البنطلون الجنس والسلسلة وبتاع اللي هي الساعة دي العصاية دي العصايه دي سلاح سلاح عصايه توكع عليها شخص ها في اي موقف وراح ضارب شخص مهم وراح ماشي العصايه توكع عليها. لو حضرتك من الناس المنوطه بانها تشوف مين اللي ضرب هتشيل الراجل ده بعصايه العجوز ده تركنه على جنب علشان هو الراجل غلبان ده مالوش دعوه وعمال تجري ودور على سلاح وهو الجاني الحقيقي. فكل الاسلحه بتاخد اشكال غير تقليديه هي اسلحه لاستخدامها في الاغتيالات السياسيه. واحنا في مصر ما عملناش منها حاجه خالص ولا حاجه، احنا بنعمل اسلحه محليه. ايرون بايب والقلم ده كل دي تعتبر من الاسلحه اللي بتاخد اشكال غير تقليديه. تقريبا خلاص الاسلحه مش هشخنها في عجاله سريعه. ايه هي الطبقات اللي بتستخدم على اسلحه مش هشخنها؟ شكل الطبقه تركبها بتعمل ايه؟ في قاعده بتقول ان الطبقات اللي على الاسلحه المششخنه او المستخدمه على الاسلحه المششخنه تختلف في شكلها العام. شايفين حضراتكم؟ دي كل الطبقات المستخدمه على الاسلحه المششخنه ولكنها تتفق في تركيبها العام. يعني تركيبها كلها واحد. كبرت صدرت عيارها زاد عيارها قل كلها تركيب واحد. لكن اللي بيختلف معايا الشكل. الشكل بقى بص لايه؟ بص حضراتكم في ايه؟
في مخزوف هنا مدبب او ده او ده، في مخزوف شبه كروي، في مخزوف بيضاوي، ماشي حضراتكم؟ ديت اختلافات كروي اهو. اذا الاشكال المخزوفات اختلفت، اللي فوق دي كلها اللي في القمم دي مخزوفات. نيجي نمسك الظرف الفارغ، الظرف الفارغ الجزء ده بنسميه رقبه، في ظرف او طلقه برقبه وفي طلقه مقصود تمام شايفينها من غير رقبه تمام. نيجي هنا نلاقي في اختلاف، الجزء ده اسمه ايه؟ كتف او اكتاف، هنا لها كتف، هنا مسلوبه الاكتاف، هنا من غير خالص لا رقبه ولا كتف. هنا الطبقه من تحت تحس ان في تنويف، هنا في بروز كده بنسميها حافه، اذا في طبقه تنويف وطبقه حافه. اذا ده اختلاف في الشكل الخارجي فقط، لكن الطبقات بصفه عامه كلها كلها ايه؟ بتتكون من مكونات واحده، هي اربع مكونات رئيسيه اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. تمام؟ لا أربعة، سيبكم من التقييم ده هنقول ماشي؟ إيه هما الأربع أجزاء الرئيسية للطلقة المستخدمة على ساحة المستشفى؟ أول حاجة بنسميها الظرف الفارغ. فين الظرف الفارغ؟ اللي هو الجزء الذهبي ده. ده كنت أعرف فيها اللي هو حفيته ده، اللي هو هنا رقم 2. هو ده الظرف الفارغ. الظرف الفارغ ده فايدته إيه؟ أنا لما دلوقتي بقى عارف يعني كمبيوتر، عارفين المذر بورد أو البورد بتاع الكمبيوتر؟ عليها ايه؟ مقاومات واسهات وعليها مش عارف رامات وعليها مش عارف ايه؟ ها؟ وكروت بيجا وكروت ساوند وكلام من ده. هو الظرف الفارغ ده بيقوم نفس الدور. هو الشاسيه الذي يجمع مكونات الطبقه كلها في مكون واحد. فايدته يجمع لي مكونات الطبقه الاربعه في مكون واحد. تمام؟ وبعدين بعد كده بنلاقي في قاعدته من تحت اللي هو الجزء اللي هو رقم 5 ده، دي الكبسوله. ايه الكبسوله؟ احنا قلنا في بدايه المحاضره اللي هي بتحتوي على مواد كيميائيه حساسه للطرد، لما الابره تضربها تنفجر المواد الكيميائيه اللي جواها وتطلع لي غازات متوهجه او مشتعله او مولعه عشان تعدي لي على المكون اللي بعد كده اللي اسمه البارود اللي هو رقم 3 ده. فتدخل الغازات المتوهجه منها تدخل على البارود تعمل له ايه؟ تشعل، تشعل البارود. نتيجة اشتعال البارود بيحصل ايه؟ تتوالى الغازات، الغازات دي لها ضغط عالي، يعمل ايه؟ يدفع لي هذا الجزء او هذا المكون من الطاقة اللي هو رقم واحد هنا اسمه المخزوف. تخيل بقى حضرتك ان هذا الجزء من الطاقة اللي هو المخزوف ده اسمه مصانع الاسلحة العالية، مصانع القرارات، المهندسين والعمال والادوات والالات المستخدمة في التصنيع. جميعهم في خدمة هذا المكون. احنا في الاخر عاملين الهيصة دي كلها ومصانع الاسلحة ومصانع الطائرات والدنيا عشان في الاخر اوصل المخزون ده للهدف اللي انا عايزه، عشان المخزون ده هو اللي هيصيب الشخص او الطيارة او الدبابة او السيارة او اي مكان في اللي انا عايز اصيبه. تمام؟ هنشوف كده تركيبه. طب الجزء اللي احنا مدينين هنا تركيب رقم 5 بس اللي هي الحافه بتاعت اللي هي جزء من الظرف الفارغ، عشان كده ما اقدرش اقول الخمس مكونات. تمام حضراتكم؟ ده قطاع تاني في الطلقه، شكل الطلقه والقطاع فيها بيبين المكونات الاربعه. كده برضه شكل تاني بيبين، ادي كبسوله منفصله. تمام؟ ده الظرف الفارغ، ده البارود، وده المخزون. هنا كبسوله، ظرف، بارود، مخزون. تمام؟ دي مكونات الطلقة. تمام؟ هو تقريبا احنا خلصنا الاسلحه المششخانه والطلقات العاليه. والوقت خلاص الوقت عشان بس نوازن بين هو انا هاخد الفرصه برضه عشان البصمات يوازنوا ياخدوا بريك اذا كانوا عايزين. حاضر حاضر. هنفتح مجال الاسئله. لسه اي سؤال اي استفسار في اللي قلته واللي ما قلتوش واللي عامله حضراتكم في عدد الاسلحه او مصر هتجيب لك الاسلحه تحت امرك. ربع ساعة للأسئلة. اتفضلي. احنا موزعين ورقة صغيرة عليها الأسئلة. فكل واحد عنده سؤال يكتبه وهنديه للدكتور. عشان يبقى المسألة ما فيهاش كلام كتير. لا طبعا. هو مبدئيا زي ما أستاذنا بيقول مفيش حاجة اسمها بصمة سلاح. هي آثار انطباعات على المخزوف، هي آثار انطباعات خطوط الشيشخان.
لنمره واحد واثار الضعاف وطوش الشهاب تقسم لانها بصمه انها تفرش عن البصمه في حاجه اثار الضعاف تاخد بتجيلي برفع العصور مكان حادثه بتجيلي اسلحه مشتبهه فيها باخد منها عينات يعني بضرب منها طلعات باخد المقصفات بتاعتها وعلى جهاز خاص اسمه الكومبارس والميكروسكوب بعمل عمليه مقارنه بين الخطوط اللي هنا واللي هنا وبقدر اقول الخطوط دي انطبقت على بعضها زي البصمه ولا تمام وبالتالي فخطوط او الاثار الانطباعات دي بتجزم بتحديد ذاتيه مش نوع سلاح ذاتيه السلاح يعني يجيلي مليون سلاح واحد منهم اللي ضرب بقول السلاح رقم 399 هو اللي ضرب المقصوف ده مفيش اي حاجه اسمها تشابه او تقريبا او اختلاف. رضا بيه بس اتفضل يا باشا. هو السؤال ببساطه كده هل السلاح الاسهل يتوافق فيه نفس الشروط الخمسه للسلاح الناري من عدد؟ يعني هو دلوقتي بيبقى كلام حضرتك قلت بتهمتين حيازه السلاح اسري و طبع تاريخي وهل يتوافق فيه الخمس شروط الخاصه بالسلاح الناري ولا؟ تمام ده سؤال. السلاح مضاد الاسد هو سلاح ناري ولا ما كناش قلنا عليه سلاح اصلي ويتوافق فيه الشروط الخمسه مع بعض الاختلافات اللي شغال عليه وصلنا لنفس الشكل النهائي اللي وصلنا له في السلاح يعني مفيش طاقه تكبر لكن هو بعديها بطاقات وبارود بنفس الكونات اتصرف فمفيش اختلاف هو سلاح فعلا لكن اللي خلاه خد طابع اثري كونه هو احد مراحل تطور الاسلحه النهائيه. هل ينفع الخليج يحدد مسافه الاطلاق والسؤال عن كتب اطلاق النار على مدى اطلاق النار؟ مسافه الاطلاق في اولا عندنا حاجه اسمها علامات قرب الاطلاق. لما واحد يضرب واحد عن قرب شكل الثقبه او الاثر على جسم الشخص بيختلف عن بيكون عن بعد. اول حاجه عن قرب في حاجه اسمها علامات قرب الاطلاق بيحيط بفاتحه الدخول حاجه اسمها نبش بارودي اسوداد بارودي احمرار بارودي ده كله راجع للاتي. نبش بارودي دي بتبقى زي الحد اللي بيبقى عنده نقط سودا صغيره كده تخش الجزء على وش وشه وفي نبش هو شبه بالظبط ان دي بعض جزيئات البارود التي لم تكتمل احتراق فلما بتطلع مندفعه من الماسوره بتعمل لسعات حوالين فتحه دخول المخزون بشكل نبش بالظبط بنسميها نبش بارودي. احمرار الاحمرار ده راجع لان بيتبع الغازات دي لهب ما هي جايه من النار اصلا ففي لهب فاللهب بيبدا يعمل احتراق او احمرار حوالين فتحه الدخول تمام. بعد كده في حاجه اخيره بتميز قوي فتحه الدخول بطبع قرب وهي انها فيها حاجه غريبه جدا احيانا بيعجز امامها بعض الخبراء اللي مش متمكنين ازاي؟ الاقي فتحه الدخول من الطبيعي ان حواف الثقب او الجنب تبقى للداخل دي بلاقي حواف الجنب للخارج. طب جت ازاي؟ حواف الجرح من الخارج في الدخول وحواف الفتح الجرح في الخروج من الخارج برضه ازاي؟ ما هو المقصود لما دخل جسمه صار اللي داخل وراه عشان يقوم الغازات اللي كانت دافعاه المقصود هيكمل في الجسم والغازات هتمتد مره ثانيه تيجي واحده حواف الثقب للخارج دي اللي مش متمكن ما بيبقاش عارف ليه واكمل بس على الجزئيه دي حاضر 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 مسافه بالظبط 2 متر 3 متر 10 متر تعرفها بالمتر بالتحديد ازاي؟ تمام حاضر. هي العمليه دي بتستخدم فيها جهاز كده اسمه تلسكوب فائدته ان انا بحدد الثقب وبدي مسافه عليه وبقدر اقدر وقوف الشخص ده انا حاضر ماسك الشخص لكن مش بالظبط يعني تقريبا لا اصل تقريبا دي رجلها سنتيمترات ومش هتفيدك في حاجه غير ان هو اطلاق من قريب او من بعيد تمام؟ عمليات بس الفروق سنتيمترات. حاجات بسيطه. هكمل حاجه بسيطه، انت كمان غير الحوادث ان الاطلاق عن قرب تبقى حواف الثقب من الخارج بعض الحالات تكون فيها حواف فتحه الخروج للخارج غير ان الاطلاق عن قرب وهي الاماكن الدهنيه. لو طلع جت في السن في الاليه في الكرش حواف الثقب من الضغط بترجع حواف الثقب للخارج مره ثانيه. لو الجثث اتعفنت او انتفخت بتقدر تطلع لي حواف الثقب للخارج مره ثانيه.
بيصبح في اشكاليه عند بتاع التشريح ازاي يعرف فتحه الدخول وفتحه الخروج؟ الاثنين معروفين لكن لا في حاجات فنيه من المتمكن يقدر يجيبها بسهوله. فتحه الدخول عاده بيكون المخزون سخن فبيعمل زي الكاوتش ده فبتكون كميه الناس اللي عند فتحه الدخول اقل من كميه الخروج. مخزون فريق مش الدم ومش الدم ومش الاحشاء وسرعته قلت فيبقى فتحة الخروج بتاعته بيبقى عندها كمية الناس أو الدم بتكون أكثر. السؤال اللي بعده نعم مين؟ حطيته اللي مين؟ ده في حالة الأسلحة الآلية أو نصف الآلية بس نعم مسدسات يا صحيح زي ما قلت يا يدوي ده في السلاح تطردها مش تضربها تطلع طلقة تانية اثناء عملية تعمل وتفريغ بيسحب طلقتين ورا بعض فبيعمل زي في الحالة دي بنقول عليها القذف الوطني فبدل ما يزق طلقتين بياخد بدل ما يزق طلقة بيزق اثنين واحدة تخش القصورة واحدة تخش واحدة تانية ما هو كان حالة الخامسة بتبقى واطية فبتخش قليل هو بتبقى قطعة التعميل دي بتاخد طلقتين طب هو حضراتكم معلش هو بالنسبة لي المحاضرة اتلغت وانا شايف ان حضراتكم